فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في هذا البرنامج الإسبوعي المباشر مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الذين يرغبون في الاستفسار عن أسئلة شرعية الاتصال بنا على الرقم 021-334-74-71 أو الرقم 021-334-74-02 أو الرقم 021-334-74-03. ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. نبدأ في الإجابة عن الأسئلة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هل نصلي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هذه المسألة عند المالكية لا تصلى تحية المسجد ولا أي نفل وقت خطبة الإمام يوم الجمعة. لماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص قد دخل: قم فاركع ركعتين. يعني هل المالكية يتركون العمل بهذا الحديث أم ماذا؟ قالوا المالكية هذا حديث مخصوص، والتخصيص يحتاج إلى أدلة، مخصوص بهذا الشخص المعين والتخصيص يحتاج إلى الأدلة، لأن الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون عامة لكل المسلمين، إلا إذا دل دليل آخر على أن هذه المسألة خاصة بشيء معين. فهذا المسألة قالوا خاصة، دليل التخصيص أول شيء أن هذه كانت خاصة بسليك الغطفاني الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، لأن كان فقيرا جدا وكانت ملابسه بالكاد تستره أو تستر عورته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فاركع، لكي يراه المصلون أو الصحابة ويتبرع له دون أن يسأل، حماية لماء وجهه وحفظا على كرامته. وقعت هذه الواقعة. قالوا دليل التخصيص أنها وقعت 3 مرات فقط مع هذا الصحابي بالذات، لم تتكرر غير ذلك. الدليل الثاني للتخصيص أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويتخطى رقاب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس، فقد آنيت وآذيت. قال: آنيت، جئت متأخرا، وآذيت، آذيت الناس بتخطي رقابهم وهم جالسون. فلم يأمره أن يركع ركعتين، وإنما قال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وهذا مذهب كثير من الصحابة أن تحية المسجد أو النفل بصفة عامة لا يصلى وقت خطبة الجمعة. الأخ محمد من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعتكم مبروك إن شاء الله، نهاركم مبروك، نهاركم طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. يا شيخ العلامة إن شاء الله، إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. إذا خشت علينا في الهنية في البركات. إن شاء الله يا رب. يا رب. يا شيخ عندي سؤالين، بالله عليك ما تقصوش علي. بقى تفضل. السؤال الأول: شيء حكم تهريب الناس؟ نعم. الحكم تهريب النافتة اللي هربوا بالناس، حرام ولا حلال؟ تهريب النافتة. ايه تمام. سؤال الثاني يا شيخ: تخيل المربع كده، قول المصاري اللي شاد المالية، قول له حرام عليك، قول له خاف ربي، ما تزرش، قول له سيد، قول له تو بالله عليك، تبدا تاخر عليه روحك انت، راتبك 4 شهور، لينا 4 شهور ما رينا سنة. مرتب السنة دمت خسنا، السنة الجديدة احنا ما ريناش درس السنة،
النار بعرب حشور فزوا يقول لكذب والله والله يتحدى عليه كل واحد هما تأخروا مرتباتهم حتى شهر واحد من الجروس تأخذ في 450 تأخروا فيهم علينا 4 شهور حتى والله فيه فيه بس ووش التخيل من مصر في ليبيا ولا هو هدف هو مصاري هو مصاري زي محمد سمعين اللي يطلع في الشاشات يطمر فينا هو اختار كده فيه بإذن الله بإذن الله فهمنا فهمت السؤال يا أخ محمد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى الأخ محمد من الواحات نعم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالك يا شيخ طيب الله يبارك فيك بارك الله فيك شيخ عندنا كم سؤال يا شيخ باهي تفضل السؤال الأول شيخ سجود السهو كيفية ركعتين سجود السهو سواء قبل أو بعدي تقرأ فيه التشهد كامل أو نصف التشهد تمام بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله والسؤال الآخر شيخ الصيام 3 أيام من كل شهر فضل صيام الأيام 3 أيام من كل شهر والأيام البيض نفس الفضل تمام تكمل ايوه شيخ خلاص سؤالي باهي تفضل فهمت الصيام الايام البيض والتشهد في سجود السهو نعم تمام تمام الاخ محمد الاول من طرابلس يسال عن حكم تهريب النافتة من البلاد الأخ سليم من مصراتة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ عبد المحسن جزاك الله كل خير الله يبارك فيك بارك الله فيك عندي 3 أسئلة قصيرة يا شيخ عبد المحسن وصحتي تفضل السؤال الأول ما هي الغيبة وما هي النميمة تمام وما الفرق بينهما وما خطورتهم على المجتمع تمام السؤال الثاني ما هو الأفضل عند الله الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تمام. السؤال الثالث ندم على والديه لمصلحتهم، هل هذا جائز شرعاً؟ شنو يا أخ سليم؟ ندم على والديه لمصلحتهم. يكذب عليهم لمصلحتهم؟ ندم على والديه. لمصلحتهم، شنو المصلحة هذه؟ لا أنا مثلاً عندما يرد يقول مش مريض مرضي خفيف وكذا وكذا. تمام تمام. بارك الله فيك يا عبد الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الأخ أسامة من طرابلس أخ أسامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ الله يبارك فيك بالله بس على خدمة سداد جبنا رسالة من المدار هل وضح شيء بالنسبة له لو سمحت بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله شكرا سويا ماشي الأخ محمد يسأل عن تهريب البنزينة أو النافتة وليس البنزينة أو النافتة بس مثل العملة ومثل هالخردة ومثل أي شيء يكون مدعوما من الدولة الليبية ويخرج خارج البلاد هذا لا شك في حرمته وحرمته خطيرة فرق بين أن تسرق من شخص وبين أن تسرق من جماعة وبين أن تسرق من أهل بلد بالكامل الآن عندما أسرق من سيم من الناس ثم بعد ذلك أريد التوبة الأمر سهل آتي لسين هذا بذاته أو لورثته إن مات وأطلب منهم السماح واحتمال المسامحة كبير جدا لكن عندما أسرق من 5 مليون أو 6 مليون ليبي ثم أريد أن أتوب من كم أطلب المسامحة 10 20 100 200 إلى كم سأصل لأن هذا المال الآن تدفع فيه أموال من الدولة عندما تأتي البنزينة أو تأتي النافتة من خارج البلاد هذه سعرها تقريبا ما يقارب 2 دولار تقريبا أقل من 2 دولار بقليل لما تأخذها أنت ب15 قرشا في ليبيا هذه الدولة دافعة عنك كمواطن كون هذا إجراء صحيح ولا غير صحيح ما يعنيناش لكن الآن الدولة دفعت مقابل هذا الدعم الآن كل ليبي يملأ في سيارته من البنزينة أو النافتة يريد أن يرتاح يأخذ البنزينة ليرتاح يجد المحطات فارغة
يريد لمولد أو غيره يجد الأمور سهلة ميسرة. عندما يأخذ هذا المال ويهرب أو هذا البنزينة أو الخردة أو الحديد أو الدقيق أو الزيت أو أي شيء يكون مدعوما من الدولة، ومنها الأشياء التي تأتي عن طريق الاعتمادات أيضا، لأن هذه الدولة أعطت الاعتمادات بأسعار مخفضة للتجار لكي يرتاح بقية الشعب. فعندما تخرج هذه الأشياء خارج البلاد ماذا يحصل للمواطن؟ بدل مثلا أن يأخذ 1000 دينار شهريا مثلا أو 900 دينار شهريا يكفوه على الأقل في الكفاف، أو حتى لو يبي يتسلف 100 أو 200 فقط، يجد نفسه أن 900 هذه أو 1000 لا يكفيه شيئا. لماذا؟ لأن البنزينة لا يجدها في المحطات فيضطر إلى شرائها غالية، النافتة كذلك، الدقيق كذلك، الطن، السكر، كل هذه الأشياء. فمن يسرق هذه الأشياء ويهربها فليعلم أنه يسرق من 6 مليون، ثم بعد ذلك عندما يريد التوبة تصبح الإشكالية أمامه كثيرة. فهذا لا شك أنه عمل محرم من قبيل السرقة. الأخ عبد الرحمن من مصراتة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير إن شاء الله. يا رب يا رب. يا شيخ بالله عندي كم من سؤال هيك لو سمحت. تفضل. بارك الله فيك. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم تشير أن العبد اللي يصلي في الجامع اشهد له بالإيمان، يعني معنى الحديث. وفي حديث ثاني لما سألوه هل المؤمن يفعل كذا ويفعل كذا فأجابه أنه هو يفعل إلا الكذب. فما الشخص هذا لما يبدأ فيه 2 مصيفات، فيه أنه هو يصلي في الجامع مداوم على الصلوات 5 في المسجد، ولما يظل فيه كذب أحيانا يعني يكذب أحيانا بس بدون ضرر، يعني أنت ترى أن الحديثين متعارضان. تمام. كيفية الجمع بين هذين الحديثين. تمام. به مش كيفية الجمع يا شيخ، لما هو هذا هو ستجد هذا في الإجابة بإذن الله، ما تفسير هذا الحديث وما تفسير هذا الحديث والشخص الذي يفعل الفعلين. هل أنت الآن تصل هل نحكم له بالإيمان بناء على مواظبته على الصلاة، أو نحكم عليه بعدم الإيمان بناء على الكذب؟ مش هذا سؤالك ولا؟ بارك الله فيك. تمام. به السؤال الثاني. لما شخص يبي يفتح مشروع صالة بتاعت مناسبات. تمام. السؤال الثالث نبي الشروط الواجب توفرها في الجلباب والحجاب الصحيح من طول وقصر وغيره يعني. تمام. به الله يفتح عليك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أخ يوسف من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بلالي بالنسبة لحكم ما مسح الخفين إن شاء الله. تمام. حاجة ثانية. وعندي سؤال ثاني شيخ بالنسبة لحكم الجمع يا شيخ، أمتى تجمع وأمتى أنت ما تجمعش يا شيخ؟ الجمع بين الصلاتين. نعم. تحكي في المطر ولا مطلقا؟ قصدي لا يا شيخ مثلا في الظهر والعصر كيف وفي المغرب والعشية. تمام. به به الحكم. تمام. به ماشي الحال. ماشي ماشي. الأخ عبد الله من بغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ نبغى نسأله على مثلا تحية المسجد. مش تحية المسجد يعني صلاة في البيت، ركعتين في الوجه اللي علينا، تصلي مثلا أخ عبد الله. أخ عبد الله ما فهمت سؤالك، صوتك زي اللي قطع شوية. قلتك يا شيخ. إيه. نسمع فيك نسمع فيك تفضل. مريم. إيه نسمع فيك. ركعتين في البيت. إيه. ركعتين لله قبل ما لا أخ عبد الله انقطع الخط. الأخ بلال. الأخ بلال من سبها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخ فيما يتعلق بالسدل والقبض في الصلاة. الصدر والقبض. طبعاً في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ودليل في دلائل باعتبار الدليل الموجود يعني. لكن قضية السدل يا شيخ، السدل في الصلاة مش عارف يعني، لم هل في دليل ولا ما فيش؟ تمام. النبي صلى الله عليه وسلم سدل في الصلاة وصلى. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى، تسمع الإجابة بإذن الله. الأخ علي من الزاوية. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ نبي توضيح أو نداء للحكومة بخصوص عن طريقكم أنتم بخصوص الوزير الجديد للأوقاف اللي داروه، هذا هو محل جدال، إنه يتبع الجماعة السلفية، وبخصوص الجدال الكبير عبر الأوقاف في المدن الأخرى يعني في تضارب بيناتهم في الفهم والأمور هذه، وهذا أمر جدل يعني. المفروض حكومة الوفاق يعني الرئيس فايز السراج يدير حل الموضوع هذا قبل ترتب عليه مشاكل يعني، المفروض يجيب حد شخصية غير جدالية وغير متوافق عليه يعني. يعني طب نقدم نصيحة يعني للحكومة. ايوه الرجل هذا طبعا أيوة انت فاهم يا شيخ، واعتقد المشاهدين وكل المستمعين كلهم المشاهدين فاهمين. باهي نقدم نصيحه باذن الله. شخصيه يعني متوافق عليها، واحنا على المذهب المالكي اغلب مدننا ومش والدور الاوقاف والافتاء، وبالتالي ما فيش داعي نجيب يعني شخصيه على فكر اخر يعني. ان شاء الله. والله اعلم، وان شاء الله ربي يهدي الجميع. تسمع الاجابه باذن الله تعالى. أخ محمد الأول من طرابلس يسأل عن الذين عن تأخير الرواتب، ما نقولوش عن الذين يؤخرون الرواتب لكن عن تأخير الرواتب. هذه أكثر من مرة وقلناها في أكثر من حلقة، المسؤول الذي لا يستطيع أن يؤدي عمله بكفاءة ونجاح عليه أن يستقيل. هذه مسألة بسيطة في كل بلاد العالم، المتحضرة ولا المتخلفة، حتى المتخلفة يفعلون ذلك يعني. ما قدرتش، ما هو واحدة من الاثنين، إما أنت لا تستطيع وإما أنك تستطيع وبسبب عدم رغبتك في العمل أو لسبب لا نعلمه تؤخر. مثلا في مسألة الرواتب، إما أن المالية هذه لأن حقيقة وضع العبء على الوزير وحده فيها لعل نوع من التجوز، هي منظومة كاملة مش الوزير هو الذي يفعل كل شيء، لكن على العموم من يستطيع أن ينزل الرواتب في وقتها ولم يفعل لأي سبب كان، إما تكاسلا وإما لخدمة حزب سياسي وإما لشيء في باله لا نعلمه، يستطيع ولم يفعل فلا شك في حرمة ذلك، وهذا من خيانة الأمانة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا راعي وعند رعية يريدون معاشهم الذي أدوا مقابله ليعيشوا حياتهم. أنت الآن لما تأخر عليهم 3 أشهر بدون سبب، هذا نتكلم الآن إذا كان التأخير متعمدا أو كان لغاية ما وكان يستطيع أن ينزل الرواتب في وقتها ولم يفعل، لا شك في حصول الإثم لكل من فعل ذلك، ويعظم الإثم بحسب النتائج السيئة المترتبة على هذا. يعني إذا أخروا 6 و7 شهور وبدأت الناس تسرق له إثم في كل سرقة تحدث نتيجة تأخير المرتبات، إذا حصل تهارج أو تقاتل نتيجة عدم نزول المرتبات يكون سببا في كل ما يحدث من خصام وسرقة وغير ذلك. أما إذا كان ليس في مقدوره فليخرج وليبين للناس أني الآن وزير ليس عندي ميزانية تكفي لإنزال المرتبات في وقتها، أخرج للناس الآن أنا شخص مسؤول في الدولة وأعطي الحقائق تامة أمام الناس، والله 1 2 3 راه ما نزلناش المرتبات، لأن 1 2 3 المرتبات مثلا يبوا 4 مليار وأني ما عنديش إلا 1 مليار بس، ما نقدرش ننزل، إما ننزل للكل أو لا مثلا، ولا المرتبات قاعدة في إجراءات معينة هي التي سببت التأخير. أما تأخر المرتبات وما تعدلش عليه قريب ربع أو سدس الشعب، هذا يعني يعتبر من قبيل خيانة الأمانة، وهو إثم من الآثام. فإما أن تبين للناس
وإما أن تستقيل من المنصب، لكن هذه طبعا يعني الاستقالة في كل بلداننا العربية والإسلامية يعني نادرة جدا، يعني أن الإنسان أو الوزير أو الرئيس يقصر فيما استخلف فيه ويطلع ويستقيل، هذه ما رنهاش ونتمنى أن تحدث عندنا، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإما كما قلنا الوزراء أو غير الوزراء، كل من يقدمون خدمة للمجتمع، مستشفى أقفرت أبوابها أو لا تقدم خدمة جيدة، يطلع رئيس المستشفى يبين سبب عدم تقديم الخدمة الجيدة أو يستقيل هو ويترك الأمانة لغيره. أما أنك أنت تبقى ولا تخدم الناس ولا تترك الأمانة، هذه فيها ما فيها. الأخ محمد اللي بعدها يسامحني لأن ما نسيت أسئلته، ما سأل عن سجود السهو. الأخ محمد سأل عن سجود السهو، هل فيه تشهد أو لا؟ هذه عندنا أربعة مواضع في مذهب المالكية فيها نصف التشهد فقط، يعني لا تدعو ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطلب فيها الاختصار، وبالتالي بمجرد تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسلم ولا تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو بعد التشهد. بعض الناس ينتقدون على مذهب المالكية ذلك، ولكن هناك حديثان ضعيفان في هذه المسألة، وأن الإنسان في سجود السهو يقرأ إلى المنتصف. عندنا منها أيضا المواقع التي نقتصر فيها على النصف، إذا بدأت في تحية المسجد وصعد الإمام على المنبر، الآن أنا هنا مطالب بالتخفيف، مادام كبرت قبل صعوده مطالب بالتخفيف، فأقرأ نصف التشهد وأسلم. أيضا الموضع الثاني إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة، أني الآن خشيت أو دخلت أصلي تحية المسجد وكبروا وأنا في نهاية الركعة الثانية، أتجوز في صلاتي بسرعة، ومن ضمن التجوز هذا قالوا تكمل نصف التشهد وتسلم، لا تكمل التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموضع موضع إسراع لكي لا تطعن في الإمام وغير ذلك. الموضع الرابع الذي لا يكمل فيه التشهد، إذا خفت بإكمال التشهد خروج وقت الصلاة التي بعدها، قولوني كان عندي عذر منعني من صلاة الظهر والعصر إلى قبل مثلا المغرب بست أو سبع دقائق، بدأت في صلاة الظهر، فلو أكملت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعد التشهد ممكن لا أستطيع اللحاق على ركعة من العصر قبل الغروب، في هذه الحالة أسلم بعد التشهد مباشرة ولا أدعو. هذه المواضع الأربعة في مذهب المالكية التي يطلب فيها الاقتصار على التشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودون الدعاء. يسأل عن الأيام البيض وعن ثلاثة أيام في الشهر، هذا شيء وهذا شيء، وكلاهما فيه أجر. أردت أن تصوم الثلاثة أيام البيض تصومها، وإذا أردت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر فلك أن تصوم. الأيام البيض يعني هذه محددة 13 و14 و15، هذه محددة، فقد لا يتأتى لي مثلا أني كنت متعود على صيامها في شهر من الأشهر العربية لم أستطع لظرف معين، ممكن أن أستعيض عنها بأي ثلاثة أيام أخرى، أو كنت مثلا متعود عليهما معا نصلي نصيم ثلاثة أيام، نقولوا يوم 6 و7 ولا 6 و10 و20، ونصيم الأيام البيض لأجمع بين الأمرين. نخرج إلى فاصل ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بإذن الله تعالى بعد الفاصل. بالعلم أخي فهو درب بهن، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، أطلب العلم أخي فهو درب بهن. ما زال سهم الأمس في القلب يندس،
والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس. أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس. أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس خطيئتي أنني يا قدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس خطيئتي أنني يا قدس من زمن أغراني المال والأوهام والكأس بالعلم أخي فهو درب بهن به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب بهن به تحيا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ سليم من مصراتة يسأل عن الغيبة والنميمة والفرق بينهما. الغيبة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، تصفه بوصف يؤذيه سواء وصف في خلقه أو في خلق أو في تصرفات أو في شيء، هذه هي الغيبة. النميمة أن تمشي بين الناس بما يفسد علاقاتهم أو بما يفسد أحوالهم، تأتي لهذا وتقول له فلان يقول لك يقول فيك قولا سيئا، ثم تذهب للثاني وتقول له فلان الذي قلت له هذه الكلمات يقول لك أو فيك قولا سيئا أو يسبك أو كذا، فيحدث خصام وشحناء بين الاثنين نتيجة ما نقلته أنت من هذا لهذا. فمن هذا التعريف يتضح الفرق بين الغيبة والنميمة، أن الغيبة لا تؤلب الناس على بعض، فلان تقول فيه ما يكره، أما النميمة فتؤلب الناس وتجعل بينهم العداوة وغير ذلك. أثرهما السيء لهما أثر سيء كبير، ولذلك الباري عز وجل شبه الغيبة بتشبيه خطير، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع شخصين يغتابان شخصا آخر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر معهما على جيفة حمار شائل برجله، يعني منتفخ من شدة، نقول احنا قريب يطربق قايمة رجله من شدة الانتفاخ، فقال لهما ذلك الشخصين قال لهما انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا عفاك الله يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. فبين لهم بدليل عملي أن هذا الأمر ليس سهلا، ولو تغاضينا عن هذه المسألة، والتغاضي عنها صعب ويحتاج إلى دربة وكذا، لأنها لا يكاد يسلم منها أحد، هذه الغيبة على الأقل. النميمة ربما كثير من الناس يترفعون عنها، أما الغيبة فهي يقولون فاكهة المجالس. عندنا لها كفارة
أنك تستغفر لمن اغتبته، والمالكية يشترطون معها أن تذهب له وتطلب منه السماح، تقول له يا فلان والله قلت فيك كذا وكذا، أو تقول له اغتبتك، أو تقول له سامحني هكذا مجملة، فلو سامحك زال عنك الإثم بإذن الله تعالى. السؤال الثاني قال: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ حقيقة المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الذي لا خلاف فيه أن كلاهما مما يجزى به المسلم خيرا، وإن كان في ظني أن أكثر العلماء يقولون الغني الشاكر أكثر أجرا من الفقير الصابر، لكن كلاهما له أجر كبير. والصبر والشكر كلاهما ورد في القرآن وفي السنة كثيرا، وفيهما من الأجر ما فيهما. لما قالوا الغني الشاكر، من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر؟ قالوا لأن الغني عنده ما يجعله يبتعد عن الشكر، يعني يلتهي بالمال الذي عنده وبالسيارات وبالمنازل وبالسفريات وكذا عن الشكر، فلا يلتفت إليه. فلما يشكر مع شدة الصارف عن الشكر، هذا يدل على خير عميم في قلبه وتوفيق الله له. أما الغني الصابر، أنت في غالب الناس يقول لك صبرت أو لم تصبر، هذا هو الحال، يعني ما عندكش ما تدير، مش زي الغني. الغني يستطيع أن يفعل المنكرات وكذا بهذا المال ولا يتجه إلى الشكر. أما الفقير أنت ما عندكش ما تدير، أنت قاعد على نفس الحال، فالأفضل لك أن تصبر وتنال الأجر، أفضل من أنك لا تصبر وتحرم من الأجر وتحرم من المال. وبالتالي من هذه الجهة يفضلون الغني الشاكر على الفقير الصابر، وكلاهما خير كما قلنا. المهم إذا كنت غنيا كما ورد في الحديث، إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، إذا كنت منهما تنال الأجرين بإذن الله. عندما تصيبك الضراء اللي منها الفقر تصبر، وعندما تصيبك السراء تشكر، تجمع بين الخيرين. قال السؤال الثالث: من حكم من يكذب على أبويه لمصلحتهم؟ عندنا الكذب لا يجوز في المصلحة، وإنما ما قيل في بعض الأشياء التي يجوز فيها الكذب في الجهاد، وقيل في المصالحة، شخصان أو أكثر متخاصمان، أو عائلتان أو أكثر متخاصمان، أو العائلات متخاصمة، فتأتي ترطب قلوب هؤلاء بكلام كذب، وترطب قلوب هؤلاء بكلام كذب لكي يرجعوا إلى بعض. هذه الفقهاء أجازوها وقالوا لا بأس بذلك. أما أنك أنت تكذب لمصلحة تانية باش تحصل فلوس، ولا باش فلان يعينك، ولا أي شيء من هذه الأشياء، فهذا كذب في المصلحة وهو لا يجوز. فهل يجوز إذا كان هذا عامة؟ هو لعل سؤال، يعني ما نقولش لأبي أو أمي مثلا والله عندك المرض، قال الدكتور خطير وقال كذا، لا، أنت هذا لست مطالب لأبويك أو غيرهما، المطالب أنك تهون من المرض في نفسيته، على الأقل تقول له إن شاء الله طهور، وفلان أصيب بمثل هذا المرض وشفي منه، وفلان حتى لم يذهب إلى العلاج وشفي منه، تقوي له الحالة النفسية، وهذا مطلوب بالشرع، ليس العكس هو المطلوب. تجي لي واحد تقول له والله مرض خطير وفلان مات منه وفلان تعب وفلان صرف فلوسه كلها، هذا ليس مطلوبا. وحصلت هذه مع عمر بن عبد العزيز، دخل شخص يعوده فقال له فلان مات من هذه العلة، وفلان حصل له كذا من هذه العلة، فسكت عمر بن عبد العزيز. فلما أراد ذلك العائد للمرض أن يخرج، قال له بارك الله فيك، وإذا خرجت لا تعد إلينا. قال خلاص، أنت الآن إحنا المطلوب من عيادة المريض هي التهوين عليه والتسرية، وليس بتعبير نحن نقول ننزل فيه الدمير. لكن عندنا مذهبنا لا يقع الكذب مباشرة، حتى في هذه ما تكذبش، أنت حاول التسهيل بدون ألفاظ الكذب. مثلا ناخذ عندنا يقولوا إن في المعاريض لمندوحة، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني مثلا المعاريض أنك تعرض لا تجب له عن السؤال مباشرة،
فمن المعاريض مثلا هذه لعل الناس يستفيدوا منها لما يقول للدكتور مثلا والله بوك مثلا ولا أمك عندها السرطان، فقول له بالله يا دكتور هكي يطلب منا هو يقول له معلش تقول لي المرض هذا سهل بس هكذا، فيقول للدكتور المرض سهل. لما يسأل أبوه ولا أمه على المرض يقول له والله الدكتور قال لي المرض سهل، هذه تعريض لأن الدكتور قد أخبره بهذا الأمر، فيظن الأب أو الأم أن هذه هي الحقيقة مثلا، لكن هو حجب جزء من الحقيقة بدون أن يكذب في هذا الموضوع، فممكن الشخص يستعيض بالمعاريض عن الكذب المباشر. الأخ أسامة من طرابلس استفسر عن خدمة السداد، حتى هذه اللحظة ما زالت العمل عند دار الإفتاء بهذه المعاملة غير جائز. ما بعثوه من سؤال هذه هي كانت أمس أو أول أمس، لعل دار الإفتاء تعيد النظر فيه، ثم إذا استجد شيء ستخبر به دار الإفتاء بإذن الله تعالى، لكن حتى هذه اللحظة ما زال الحكم على التحريم. الأخ عبد الرحمن من نصراتة يسأل، قال الحديث الذي يقصده إذا رأيتم العبد يرتاد المساجد أو المرأة يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، والحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكذب أيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق المؤمن قال نعم، فقيل له أيكذب المؤمن قال لا. فالأخ عبد الرحمن رأى أن هناك تعارضا بين هذين الحديثين، والحقيقة لا تعارض، لأن الحديث الأول وعندنا حديث مثلهم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هنا مؤول هذا الحديث أوله بأنه غير كامل الإيمان وليس بمؤمن أنه كافر، وإلا لو قلنا هذا تتعارض مع نصوص أخرى كثيرة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الإثم ليس بكافر. فنحن هنا عندما قال لا يكذب المؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان حين كذبه، وبالتالي لا نستطيع أن نكفر الكاذب، فإذا رأيناه يرتاد المساجد نشهد له بالإيمان، ثم بعد ذلك سواء كان كاذب متعمد للكذب ولا غيره ولا مستحل للكذب، حكم مسألة تكفير أو غير تكفير هذه مسألة ترجع إلى الباري عز وجل أو إلى القضاء مش لياني، لكن في الغالب الكاذب الذي يعلم أن الكذب حرام ويكذب لا يوصم بالكفر. ففي الحقيقة لا تعارض بين الشهادة له بالإيمان لأنه يرتاد المساجد وكونه يكذب ولا يكون كامل الإيمان نتيجة كذبه، عنده إيمان لأنه يرتاد المساجد ولكن ليس كإيمان الذي يرتاد المساجد ولا يكذب، إيمان الثاني أقوى، من يرتاد المساجد ولا يكذب أقوى من الذي يرتاد المساجد ويكذب، وكلاهما بإذن الله مؤمن. الإيمان ينقص ويزيد ينقص ويزيد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي بكر قال ما فضلكم بصلاة ولا صيام ولا غيره، ولكن فضلكم أو أصبح أفضل منكم بشيء وقر في قلبه اللي هو الإيمان، صدق مباشرة في قصة الإسراء وفي غيرها من الأمور. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فلو حملنا هذا الحديث أو هذين الحديثين على هذا المعنى يكون لا تعارض ولا تناقض بينهما. يسأل الأخ إسماعيل من طبرق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في طريقة التأليف في كتب الفقهية عند الأولين كانت مطولات ثم مختصرات ثم شروح وحواشي، فهل كان لابد أن من يشرح أو من يختصر تلك الكتب من نفس المذهب، أم أنه يجوز مثلا للمالكي أن يشرح للشافعي والشافعي للحنبلي؟ تمام، تسمع الإجابة. مشكور يا شيخ. الله يبارك فيك. أخ محمد من بن وليد. أخ محمد فصل الخط. يسأل الأخ عبد الرحمن من مصراتة قال مشروع صالة المناسبات. قلنا صالة المناسبات مثل الهاتف الجوال، مثل التلفزيون، مثل الراديو، مثل السيارة، كل هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة،
لكن ماذا نفعل بهذا المباع؟ يعني صار هي مبنى مثل المسجد ومثل البناء العادي، البيت الذي أسكنه هو بناء، لكن ما المراد بهذا البناء هو الذي يفرق. هذا مسجد لعبادة الله عز وجل، إذن هو مفضل. هذا بيت عادي للسكنة، هو على المباح. هذه هي صالة للقمار أو الخمر، إذن هي محرمة. يعني لو الصالة هذه بعد غدا أو بعد شهر أو شهرين صارت مسجدا، ما نقولوش لا والله حرام، كيف كانت خمارة وديروها مسجد؟ لا، هو مبنى مباح. ما يحدث في الصلاة هو الذي يجعل الذهاب إليها محرما، أو المال الذي يجنى منها محرما أو لا. فإذا كانت هذه الصلاة تلتزم بعدم التصوير، تلتزم بعدم الاختلاط، تلتزم بعدم الغناء الفاحش، تلتزم بعدم كما قلنا التصوير أو الاطلاع على النساء أو على عورات النساء من الرجال الأجانب، لا يكون لا بأس فيها ولا بأس فيما يؤخذ منها من نقود. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط تصبح محرمة ويحرم المال الذي يؤخذ منها. يعني نقوله مثلا صالة استوفت الشروط معينة، يخش النساء غير كاشفات لعوراتهن، وعورة المرأة إلى المرأة البطن وما حداها إلى الركبة، يعني لا بأس أن المرأة إذا كانت بين النساء أن يكون شعرها مكشوفا أو ذراعها مكشوفا أو كتفها مكشوفا أو ساقها مكشوفة، هذا لا بأس. لكن لو الصلاة هذه النساء يلبسن فوق الركبة بكثير مثلا، أو جزء من البطن يكون مفتوحا، أو الظهر مثلا في الفساتين الجديدة إلى ما يقرب من المقعد، هذا كله مكشوف، هذا الآن محرم. فلو كانت الصلاة كما قلنا لا تفعل الأشياء المحرمة، لا يسمحون للرجال بالدخول، لا يسمحون للنساء بالتصوير، ليس هناك تصوير يعني لبقية النساء الحاضرات، ليس فيه موسيقى، ليس فيه اختلاط، لا بأس. إذا اختل شرط من هذه الشروط تكون بعد ذلك محرمة. الأخ الهمالي، أخ همالي من مسلاتة، أخ الهمالي لعل الاتصال قد انقطع. يسأل الأخ أيضا عبد الرحمن من مصراتة في الشروط الواجبة في الجلباب، أن يكون ساترا للعورة، لا يصف العورة ولا يشفها، هذه هي الشروط. أن يكون الدرع سابغا، يعني المرأة ربما ساترة كل المناطق غير وجهها ويديها، أو حتى وجهها ويديها للمنتقبة، ولكن الجلباب ضيق، تفاصيل الجسم تظهر، هذا ليس حجابا شرعيا. أو يشف العورة، تلبس الملابس كاملة ولكن هذه الملابس صفيقة رقيقة شفافة، تنظر للعورة من تحتها، أيضا هذا ليس جلبابا أو حجابا شرعيا. ورد في الحديث الدرع والخمار، الدرع اللي هو احنا نقول لها الجبة، والخمار ما يستر الشعر وغير الوجه إلى يكون على الجانبين، يكون خمارا يستر الجيب اللي هي فتحة الكم، هذه تسمى جيبا في اللغة العربية، ويستر الصدر، هذا هو ما يكفي. بعد ذلك لو لبست 4 أو 5 حاجات زيادة في الستر لا بأس، لكن إن تلبس ما يكشف شعرها مثلا، هذا ليس حجابا شرعيا. ما يصف العورة ليس حجابا شرعيا. ما يشفها ليس حجابا شرعيا. بعد ذلك كل ما توفرت فيه الصفات اللي قلناها، اللي هي ستر العورة بدون شف ولا وصف، هذا هو الحجاب الشرعي. زيادة عندنا فيه ألا يكون ملفتا للنظر، ما تلبس الجلباب فيه 66 لون، بحيث الناس حتى يغريهم منظر هذا الخمار مثلا ولا هذه الشاربة اللي نقولونها، ويكترون النظر فيجرهم إلى النظر إلى وجهها. هذا أيضا تأخذ لون واحد، سواء أبيض ولا أسود ولا أي لون غير ألوان الزينة في المجتمع، يعني تو مثلا الأحمر واللي نقولون الموف مثلا، هذا يعتبر من لون الزينة، والناس يصبح غريب عنها ويكثر النظر لمن تلبسه، هذا أيضا يعتبر غير مستوفي الشروط. وهذا الكلام للرجل ولا للمرأة، حتى الرجل
لابد أن يكون هذا الوصف في ملابسه. الأخ يوسف من طرابلس يسأل عن المسح على الخفين، هو جائز بإجماع، يعني إجماع المذاهب الأربعة أن المسح على الخفين جائز، ووردت فيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه شيء. المهم أن تستوفي الشروط، تلبسه على طهارة، أن يستر محل الفرض، أن يمكن المشي فيه، أن يكون مخروزا عند المالكية وغيرها من الشروط، بعد ذلك لا بأس بالمسح عليه. تبقيه يوما وليلة أو أكثر عند المالكية، تبقيه ما شئت، المدة عند المالكية لا، وإن كان هناك فيها حديث، لكن عند المالكية المدة لا تخصص بيوم وليلة ولا غيرها، لك أن تلبس ما شئت. قال يسأل عن الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بين الظهر والعصر على المذاهب الأربعة أو على غالب علماء المذاهب الأربعة غير جائز الجمع بين الظهر والعصر. يجمع بين المغرب والعشاء بشروط معينة، في يوم المطر مثلا، إذا كان المطر واقعا بالفعل عندما دخلنا لصلاة المغرب السماء تمطر، يمكننا أن نجمع الآن، أو مطر متوقع، السماء لا تمطر ولكن احنا نقول السماء مغلقة كحلة مع بعضها، ونتوقع يتوقع الناس في أي لحظة أن تسقط المطر، يمكنهم الجمع. أيضا يمكنهم الجمع مع الطين والظلمة، لا في مطر واقع ولا متوقع، ولكن المسألة الحكاية كلها غدران، واللي بيمشي للجامع يلقى لا ركبته في المية وفي الغدير وفي الطين، هذا يجوز لهم الجمع ولو لم يكن هناك مطر. مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء من دون خوف سفر ولا مطر، هذا المذاهب الأربعة يتركون الاستدلال بهذا الحديث ويحملونه على ما قلناه من نزول المطر أو في السفر، على الخلاف هل الجمع صوري كما يراه المالكية أو جمع حقيقي كما يراه غير المالكية، جد به السير أو لم يجد به السير، تلك مسألة أخرى. الأخ عبد الله من بنغازي لم أفهم السؤال وانقطع الخط. الأخ بلال من سبها الصدر والقبض، ورد الحديث الذي قلته، كنا نؤمر بأن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى، والمالكية يرون السدل، ما دليلهم على ذلك؟ مسألة يطول شرحها، وهناك بحث لشخص مصري، يعني البحث جيد، لكن ممكن هو كان يرى ما يرى هذا الشخص، أن الحديث واضح أنهم كانوا يقبضون، قال فكنت أنكر على المالكية، وهو مالكي من الأزهر وهو مالكي، فقال عندما زدت في العلم قال بان لي أن الأمر مقبول، ليس هو الصواب لكن مقبول، قال كنا نؤمر أن يوضع أن يضع الرجل يده، كنا نؤمر، إذا لما قال كنا أصبحنا لا نؤمر معنى هذا الحديث. قال ثم عندما زدت في العلم بان لي رجحان الصدر على القبض، لكن على العموم المالكية يرونه في الفريضة، إذا كان قبضت لي وضعت اليد اليمنى على اليسرى للاستناد، يعني تبي تسند روحك، فيرونه مكروها. ظاهر هذا الأمر إذا كان لغير استناد حتى المالكية يقولونه، ويقولون لا بأس به. والمسألة حتى في عبارة المدونة مختلف فيها، منهم من يفهم منها وجود القبض، ومنهم من يفهم منها عدم وجوده، وإن كان الأكثر يقول أكثر علماء المالكية يفهمونها على السدل وليس على القبض. الأخ علي من الزاوية يسأل، قال وزير الأوقاف، والله نتمنى أن ليس وزير الأوقاف بس، أي شخص فيه جدال بين الناس، يعني الناس لا يتقبلونه، يقولوا نص بنص، نص يبوه نص لا، إذا كان هذا عدم التقبل يوقع في مشاكل، يوقع الناس في مشاكل، فالأولى على من بيده الأمر أن لا يعينه حقيقة، حتى وإن كان أعدل أهل الأرض. لماذا؟ لأن الآن معارضة الناس له لا تجعله يقوم بعمله على الوجه المطلوب. فإذا كان هذا الشخص
مثلا يسبب ربكة للناس والأوقاف تصبح واحد يفعل واحد لا يفعل، واحد يستجيب واحد لا يستجيب، فأولي الأمر اللي بيدهم عزلة أو بيدهم تغييرة أو بيدهم توجيهة هم المسؤولون عليه في هذه الحالة، ويجب عليهم أن يفعلوا ما يؤلف بين الناس. آخر سؤال الأخ إسماعيل من طبرق، قال هل يشرح مثلا مالكي شرحا أو مختصرا حنفيا مثلا أو شافعيا أو بالعكس؟ حسب علمي لم أعلم أن مالكيا مثلا شرح مختصرا في الفقه الحنفي أو بالعكس. ومسألة المذاهب هذه راه مسألة ليست سهلة، ونقول إحنا والله مالكيا نبو نولوا غضو أحناف تظنها بالأمر السهل والهين، لا. قال يعني بعض العلماء قال فلو أردت أن تتخذ من العراقي مالكيا أو من منطقة شمال أفريقيا حنفيا فستقع في الضيق والحرج والعنت. لماذا هذا الأمر؟ لأنني ما عنديش أصول المذهب الحنفي في بلادي، لا أستطيع أن أدرسه على الوجه المطلوب، حتى لو عندي عالم أو اثنين من المبرزين وأحسن حتى من علماء العراق في الفقه الحنفي، لكن هل تقوم الدولة بالكامل على عالم أو اثنين؟ يعني أنت تحتاج إلى 400 و500 ومرات 1000 و2000 عالم، وقد لا يؤدون كل ما عليهم نتيجة الضغط. فجيت تقول لي والله من جيل المالكية لا فيها ليبيا، يعني فيها عالم ولا اثنين حنبلي ولا 10 ولا 20 حنفي، تقول لي والله بنحوله للمذهب الحنفي وتجبر الناس على ذلك، أرى هذا من الصعوبة بمكان. مسألة التأليف كما قلت حسب علمي الآن لا أعلم أن عالما في مذهب شرح مختصرا في مذهب آخر، ولعله قد يوجد ولا يضر. بالإجابة عن هذا السؤال أكون قد وصلت إلى نهاية الأسئلة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب العلم أخيفه، بالعلم أخيفه ودرب به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.